أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تعقد المؤتمر اليوم بخصوص الجولة الأوروبية التي قامت بها الأسبوع الماضي. في هذه الجولة بدأت من يوم الاثنين بلقاء الخارجية البريطانية، ثم اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، وهي اللجنة التي أصدرت تقريرها المطول حول العلاقات البريطانية بالسعودية والبحرين. وتذكرون أنها طالبت بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأوصت بأن البحرين توضع على قائمة الدول المقلقة إذا لم يتم إصلاح حقيقي مع بداية 2014. ثم انتقلنا مع لقاء مع لجنة حقوق الإنسان أيضاً بالبرلمان الأوروبي، هذا في اليوم الأول. ثم انتقلنا في اليوم الثاني إلى برلين للقاء الخارجية الألمانية، اجتماع أيضاً مطول مع المسؤولين في الخارجية الألمانية. تلاه يوم الأربعاء يوم كان مكثف، بدأنا بمؤتمر صحفي مع الصحافة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، أهمها Human Rights Watch والفيدرالية الدولية. بعد هذا المؤتمر الصحفي انتقلنا في اجتماع مع مدير مكتب السيدة أشتون مفوضية الاتحاد الأوروبي، تلاه مباشرة لقاء موسع في البرلمان الأوروبي، حيث تم هناك حديث مطول حول الوضع في البحرين وسبل الخروج من الأزمة الحالية. يوم الخميس كان هناك أيضاً لقاءات مطولة في فرنسا، بدأناه مع الخارجية الفرنسية ومع بعض البرلمانيين والأحزاب السياسية في فرنسا. كل هذه اللقاءات، الهدف الأساس من زيارة المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين، أولاً هو إطلاع المجتمع الدولي على ما يجري في البحرين، وطرح اثنين رؤية المعارضة للخروج من الأزمة الحالية في البحرين. طبعاً تركزت اللقاءات بطلب من الخارجيات والوفود حول اللقاء الذي تم بين ولي عهد البحرين مع المعارضة الوطنية الديمقراطية ممثلة في الشيخ علي سلمان في تاريخ 15 يناير 2014. المعارضة قامت بطرح ما دار في هذا الاجتماع، وبدأنا بأن اللقاء كان لقاءً صريحاً جداً جداً حول الأوضاع في البحرين وسبل الخروج من الأزمة. بدأناها بأربع نقاط. عرضنا ما دار في اجتماعنا تاريخ 15 يناير في أربع نقاط. النقطة الأولى أن السلطة إذا كانت جادة في هذا التحرك وفي هذا الاجتماع، المطلوب من السلطة أولاً تهيئة الأجواء السياسية. وقلنا بصريح العبارة لا يمكن أن تكون الرسالة واضحة أمام المجتمع البحريني بأن هناك تحول جدي في الحوار إذا لم تكن هناك أرضية صالحة مهيئة لحوار جاد. وتحدثنا بكل صراحة عن ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ليس لأنه شرط، لأن لجنة تقصي الحقائق دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في نوفمبر 2011، ولأن مؤتمر جنيف الـ UPR المراجعة الدورية في جنيف طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
و47 دولة طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والبرلمان الأوروبي طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في 4 قرارات أصدرها البرلمان الأوروبي. فعندما تحدثنا في اجتماعنا مع ولي العهد بضرورة تهيئة الأجواء، كنا واضحين بضرورة تهيئة الأجواء إذا كانت هناك خطوات جادة هذه المرة. طبعاً الكل يسأل، إلى اليوم على الأرض لا نرى من جدية في هذا الموضوع. يعني قبل أيام تم قتل الشهيد فاضل عباس، واليوم صدر بيان منظمة Human Rights Watch بتعبير قانوني أنه إعدام خارج القانون. ثم يوم أمس جاءتنا رسالة سياسية أخرى بحل المجلس العلمائي، والكل يعلم هناك إرباك وتخبط. في البداية رفع قرار ضد المجلس العلمائي بوقف أعماله، ثم تحول إلى دعوة موجهة ضد أعضاء مجلس إدارة المجلس العلمائي، ثم تحول بسرعة البرق إلى مطالبة بحل المجلس عبر محكمة الأمور المستعجلة. فهذه رسالة سياسية أيضاً. هذه القضايا هل تعطي إشارات لتهيئة الأجواء لحوار جاد؟ المعارضة ليست ساذجة. المعارضة عندما تطالب بضرورة تهيئة الأجواء هي جادة فعلاً من أجل تأسيس لخيار لحل سياسي يحقق طموحات شعب البحرين بكل مكوناته وكافة أطيافه. هذه النقطة التي نوقشت أثناء اجتماعنا مع الوفود. النقطة الثانية، وقف الخيار الأمني. وكان هناك تفهم واضح، لا يمكن الحديث عن توجه جديد وعن خيار سياسي في ظل استمرار الخيار الأمني الذي يعتقل، تستمر الاعتقالات والمداهمات والمحاكمات القاسية، ثم استحدث عن حل سياسي جديد تبشر الناس وتبشر الشعب البحريني به. أيضاً جرى الحديث في كل الزيارات وفي كل المنعطفات التي زرناها عن ضرورة أن تكون هناك خارطة طريق واضحة تحدد المراحل التي يمكن أن يسير عليها ضمن جدول زمني هذا الحوار أو المحادثات الثنائية التي ينبغي أن تستمر. في كل اللقاءات التي قمنا بها سواء مع الخارجيات، مع الحكومة، مع الخارجيات في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك مع البرلمان، البرلمانيين الإنجليزي والأوروبي، كانت رسالتنا واضحة لهذه القوى، لهذه الدول، لهذا المجتمع الدولي، بأن المعارضة جادة من أجل الدفع بحل سياسي يحقق طموحات الشعب البحريني. وبالتالي كنا واضحين في تحديد ما يتطلبه هذا الخيار السياسي من تهيئة للأجواء، من وقف الخيار الأمني، من وضع خارطة طريق واضحة يتم الاتفاق عليها. طبعاً أنا هذه مداخلتي حول ما قمنا به من زيارة حول مع الزيارة الأوروبية لكل الدول التي زرناها. لا شك الأخ الأستاذ رضي الموسوي سيعلق على القضايا الأخرى يتم إثارتها في زيارتنا للوفود الأوروبية. شكرا، مرحبا بكم. كان هناك حديث أيضا مكثف حول موضوعات خارطة الطريق التي يمكن أن تسير عليها الأزمة البحرينية، وكلكم قرأتم وسمعتم التصريح الذي أدلت به وزيرة الدولة لشؤون الإعلام السيدة سميرة رجب بأن خارطة الطريق تعتبر تعطيل وأنها مسألة غير جدية من قبل المعارضة. ولكن أعتقد أننا لا نكتشف
العجلة عندما نتحدث عن خارطة الطريق، فكل الدول التي مرت بأزمات وضعت لها خارطة طريق واضحة تحاول أن تخرج من أزمتها عبر خارطة الطريق التي يتفق عليها المتفاوضون. هذا حدث في اتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 2003، وضعت خارطة الطريق مجزأة إلى ثلاثة أقسام، وضعت في تونس، وضعت في مصر، وضعت في اليمن. في اليمن التي كلكم تعرفون بأنها تسير وفق المبادرة الخليجية أو مبادرة مجلس التعاون الخليجي. إذن موضوع خارطة الطريق هي مسألة أساسية لأي حل لأزمة مثل أزمة البحرين، ونحن كما قلنا لا نأتي شيء من عندياتنا ولا نكتشف العجلة، بل يعني نسير على خطى تجارب آخرين. كما تفضل الأستاذ جليل وتحدث عن موضوع أنه مسألة الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الأزمة السياسية التي تفجرت في 14 فبراير، هذه مسألة لا تحتاج إلى الكثير ولا تحتاج إلى مفاوضات ولا لقاءات بين النظام والمعارضة، ولكنها تحتاج إلى تنفيذ الحكم لالتزاماته أمام العالم، والذي أعلنها في 23 نوفمبر 2011 عندما وافق على توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وكذلك توصيات جنيف التي صدرت في سبتمبر 2012. إذن موضوعة المعتقلين السياسيين على خلفية الأزمة السياسية مسألة ضرورية أن تكون هناك حلحلة لها لتهيئة الأجواء كما تفضل الأستاذ جليل، ومن ثم تنفيذ باقي التوصيات لجنة تقصي الحقائق وأيضا توصيات جنيف، وحل الأزمات المعيشية المستفحلة التي جاءت أيضا تباعا وعلى خلفية استفحال هذه الأزمة، منها أزمة الإسكان، أزمة البطالة التي تجاوز 16%، أزمة الدين العام الذي تجاوز 13 مليار دولار، أزمة الأجور المتدنية وهي المسألة أيضا أساسية تمس كل البحرينيين كما تمس أزمة الإسكان ذلك. أعتقد أنه هذه ممكن أن توضع كخارطة طريق كأسس ننطلق منها لنأتي إلى مبادرة ولي العهد التي أطلقها في مارس 2011 لتكون أرضية نبدأ فيها حوار سياسي جاد، نطرح فيها المبادرات التي قدمتها المعارضة من خلال تلك الفترة. كل هذه المسائل طرحت أيضا في الجولة الأوروبية التي قمنا فيها في أربع عواصم أوروبية بما فيها البرلمان الأوروبي، وأعتقد أنه لقينا تفهما كبيرا وتجاوبا كبيرا من قبل الذين اجتمعنا معهم بأن ما تطلبونه ليس لبن العصفور وليس مستحيلات، ولكنه القاعدة الأساسية لأي مجتمع يريد أن يمارس حل حقيقي أو يبدأ الحل الحقيقي لأزمة سياسية مستفحلة. نحن طرحنا أننا نتمسك بالسلمية في نضالنا السياسي، وهي مسألة استراتيجية وخيار استراتيجي لا يمكن الحياد عنه، ونعتقد أنه الطريق الأصلح والأفضل والأقصر إلى حل الأزمات، وكذلك تمسكنا بما جاء به ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، ونحن نفهم الديمقراطيات العريقة بأن نزمن هذه الخطوات لكي نسير على سكة الديمقراطيات العريقة. كل هذه قضايا مع الأحزاب السياسية الأوروبية ومع الخارجيات الأوروبية في بريطانيا وبرلين وبروكسل وفرنسا طرحت بشكل شفاف وواضح، وأعتقد كان هناك تفهم كبير. وبدليل على ذلك أنا أعتقد أنه الوفد الذي التحق أو سمع عن زيارتنا فسارع إلى زيارة نفس العواصم تقريبا، أعتقد أنه سمع كلاما واضحا من قبل المسؤولين الأوروبيين. أترك باقي هذه للزميل عبد النبي سلمان، تفضل. استكمالا لما ذكره الزميلين بخصوص زيارة الوفد قوى المعارضة الديمقراطية إلى أوروبا،
أعتقد من المهم أيضا أن نتكلم عن حجم التحديات التي تعترض هذا المشروع، وهو مشروع ولي العهد حينما التقى بالمعارضة السياسية في البحرين، والتي سارعت المعارضة السياسية في أقل من 24 ساعة للالتقاء بولي العهد كدليل آخر على جدية المعارضة في البحث مع الجادين ومع المهتمين ومع من يملكون الإرادة لإيجاد حل حقيقي في هذا البلد ينقذ البلد مما هو فيه. أنا أعتقد أن الجولة التي قمنا فيها كانت على درجة كبيرة من الأهمية، نظراً لأولاً نوعية الجهات التي التقينا معها وأهميتها بالنسبة للقرار في البحرين، على اعتبار أن حلفاء النظام كالأساسيين كبريطانيا مثلاً في هذه البلد على وجه التحديد التقينا كما ذكر الزملاء ب يعني الممثل الخارجية أو ممثل الدائرة شؤون الشرق الأوسط، وتم استعراض الكثير من الجوانب المتعلقة بدعوة الحوار وتقديم شرح مفصل حول ذلك، ووجدنا أن هناك تفهما كبيرا وأن هناك دفعا حقيقيا من قبل المملكة البريطانية باتجاه أن يكون هناك حل هذه المرة يختلف، كما أشار إليه ولي العهد في لقائه مع المعارضة أن الخيار أن الفشل ليس خيارا، ونتمنى أن يكون هذا الخيار الذي ذكره ولي العهد أن الفشل ليس خيارا هو لا زال قائما حتى الآن، وهذا ما يدفع به أصدقاء النظام وأصدقاء شعب البحرين في بريطانيا. أيضا البرلمان البريطاني مجلس العموم البريطاني لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون حقوق الإنسان أكدوا بوضوح على أن المطلب الأساسي في البحرين مطلب يعني صريح وواضح ولا يوجد خلاف عليه في أهميته وضرورته لبناء بلد حقيقي ينطلق حتى من ما ذكر في ميثاق العمل الوطني. التحديات التي استعرضناها خلال هذه الجولة وفي بقية الدول الأوروبية الأخرى التي زرناها مثل الاتحاد الأوروبي وفي بروكسل وأيضا في ألمانيا في برلين وفي الجمهورية الفرنسية، التحديات هي تكمن أساسا في قدرة الأطراف المعنية في البحرين على أن تصيغ بالفعل هذه المرة مبادرة تأخذ في الحسبان كل التحديات القائمة إقليميا ومحليا ودوليا، على اعتبار أن هناك توجه دولي أصبح أكثر التصاقا بالهم البحريني وبالقضية البحرينية، ويجب على النظام أن ينتبه إلى هذه المسألة، لأن أعتقد أن المجتمع الدولي وهذا ما لمسناه تحديدا ضاق درعا باستمرار أزمة البحرين إلى هذا الأمد الطويل، وهي تدخل عامها الثالث الآن تنهي عامها الثالث. أعتقد أن التحدي والكرة الآن في ملعب السلطة التي قدمت مبادرة تجاوبت معها المعارضة وأبدت كل ما تستطيع من مرونة لإنجاح هذه المعارضة. أما مسألة التسويف وهذا تحد آخر، التسويف في مسألة التعطيل والقتل الوقت وإضاعة كثير من الوقت أمام جهود الحل وتمطيط المسألة لتصبح من الجدية لتحال من الجدية إلى مسألة الاسترخاء فهي لا تخدم مسألة الحل السياسي. هذه نقطة رئيسية أنا أعتقد من الواجب يعني إبرازها في هذا الوقت، لأننا نستشعر حقيقة أنه بدأت الأمور تتراخى أكثر، وهذا ما لم يساعد العملية السياسية على المضي قدما، خاصة أن المعارضة أبدت هذه التجاوب السريع. أيضا للتحديات الأخرى هي قدرة النظام على أن بالفعل يهيئ الأجواء كما ذكر الزملاء أمام المضي في عملية سياسية حقيقية. عندما تتحدث المعارضة عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فهذا المسألة ليست شرطا، بل كل دول العالم والدول التي زرناها أكدوا أن هذا ليس شرطا بل كان يمكن أن يحدث مع الموافقة منذ الموافقة على تقرير بسيوني في 23 نوفمبر عام 2011، وهذه المسألة ليست شرطا لا على النظام ولا على المعارضة، هذه مسألة يجب أن يسلم فيها للمضي في مسألة الحل السياسي. أيضا مسألة التجاوب مع المناشدات الدولية ومجلس حقوق الإنسان العالمي وتوصياته التي بلغت 176 توصية، هناك 145 توصية ملزمة، التحدي هو كيف للنظام أن يدلل لنا وللعالم وللمحيط من حولنا أنه قادر على أن يتجاوب مع هذه التوصيات، والمعارضة تملك من المرونة ما يكفي
لأن تبدأ مشروع وخارطة الطريق حقيقية هذه المرة للمضي في الحل السياسي ابتداء من هذا المدخل الذي أعتقد هو متاح أمام النظام، ولا يجب أن يكون عامل أو عقبة كأداء، لأنه بالفعل التزام لدى النظام أمام المجتمع البحريني والشعب البحريني، والتزام للنظام أمام المجتمع الدولي، خاصة أن المجتمع الدولي لن ولن ينسى، كما لاحظنا في الزيارة الأخيرة لم ينسى أن هذه الالتزامات، وبدأت الصحافة العالمية تكرر ضرورة الالتزام بهذه النقاط. الجدير بالذكر أن الصحافة العالمية والجهات الحقوقية التي التقيناها في بروكسل على سبيل المثال كان همها وشغلها الشاغل هو القضية الحقوقية والقضية السياسية المتلازمتين في هذه الحالة للمضي في حل سياسي. وهناك العشرات من الصحف التي حضرت، وأعتقد وممثلين وسائل الإعلام حضرت إلى هذا اللقاء وأبدت يعني تساؤلات وتشبث بمسألة أن تمضي المعارضة في مسألة الحل السياسي انطلاقا من التزامات حكومة البحرين أمام المجتمع الدولي. وبالتالي المسألة الآن كما قلنا في ملعب السلطة. نقطة أخرى هي ما ذهب إليه وفد المعارضة الذي زار العواصم التي أو بعض العواصم التي زرناها في أوروبا. أولاً أن هناك أيضاً يعني ملاحظة من المجتمع الدولي ومن هذه الجهات التي زرناها، يعني تعرف جيداً أن النظام سوف يطرح وجهة نظره، وأيضاً نحن نعرف وتعرف الجهات أن وجهة نظر النظام أصبحت معروفة للعالم، لكنها لم تعد مؤثرة ولم تعد مقنعة لأنها لا ترتكز على أساسيات، ولا ترتكز أيضا على مسألة أنه مقبل على التزامات حقيقية. وبالتالي هذه الزيارة عندما يكرر وفد المعارضة وفد الحكومة المرسل إلى أوروبا على عجل، عندما يكرر أن المعارضة قدمت أكاذيب، أنا أعتقد لا نريد أن نرد بهذه الأساليب، لكننا نقول أن المعارضة قدمت يعني إخلاصاً وطنياً للحل السياسي المنشود في البحرين، وعرضت المسألة، وها نحن نعرضها أمامكم في كصحافة محلية أيضاً بكل وضوح أننا ننشد الحل، وأن الوفود التي تذهب وتأتي للأوروبا والدول القرار الأوروبي من الجانب الحكومي يجب عليها أن تفهم أن هذه اللغة لم تعد مقبولة في هذا المحيط الأوروبي الذي تفهم ويتفهم بصورة أكبر واقع البحرين وأزمة البحرين، ويبحث معنا ومع المخلصين في هذا البلد عن حل. نحن نكرر أننا نمد يدنا لولي العهد هذه المرة لتجاوز هذه التحديات، ولتجاوز من يعيقون الحوار ومن يعملون على إعاقة الحوار. إعطاء الحوار إلى أيدي لا تؤمن بالحوار، أنا أعتقد لن يخدم مسيرة الحوار. إعطاء الحوار لمن يمتلكون الإرادة السياسية للمضي مع المعارضة في حل سياسي حقيقي هو من سينجح الجهود. أما الاستخدام والعودة مرة ثانية لاستخدام الصحافة التي توقفت يوما واحدا فقط أو شبه توقفت يوم واحدا فقط عن شتم المعارضة، إعطاء الصحافة هذا الدور التخريبي من جديد، أنا أعتقد هو مؤشر على سمو ولي العهد أن يبادر مجددا، أن يلتقط المبادرة مجددا ونحن معه للمضي بهذا البلد. أما ترك الأمور إلى من إلى من ليس لهم مصلحة في الحل السياسي سوف يعيدنا إلى نقطة الصفر، وهذا ما لن تبتغيه المعارضة. شكرا. طبعا إذا في أسئلة هي الأسئلة، بس اختصارا أقول ما وجدنا نحن كقوة وممثلين المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين أن العواصم الأوروبية كحكومات، لا أقول كمنظمات حقوقية، ما وجدنا أن هناك دعم وتفهم لمطالب شعب البحرين، وأن شعب البحرين في نضاله نحو تحقيق طموحاته ليس وحيداً، بل بالعكس الأصدقاء يتزايدون يوماً بعد يوم، وحتى أن حلفاء النظام بدأوا يعني يتقدمون خطوات إلى الأمام نحو المطالب الشرعية للشعب البحرين. نقطة الأولى. النقطة الثانية، كنا واضحين كوفد للمعارضة أن الحلول الشكلية مرفوضة، الحلول أو الحوار الشكلي مرفوض، وحوار العلاقات العامة مرفوض. ما تطالب به قوى المعارضة هو حوار جاد يخرج البحرين من أزمته.
كذلك نقول من خلال الزيارة التي قمنا بها عبر العواصم الأوروبية الأربع أن البرلمانيين المشرعين في هذه الدول خصوصاً في الاتحاد الأوروبي وكذلك في بريطانيا هناك إصرار وحماس من أجل دعم قضية شعب البحرين. في الحقيقة اجتمعنا مع لجنة الشؤون الخارجية لنشكرها على تقريرها، فقالت لا داعي للشكر، كتبنا التقرير في سنة وما كتبناه كان عن حقائق طرحناها في التقرير، وبالتالي كان هناك قناعة واضحة بعدالة قضية الشعب البحريني. مع لجنة حقوق الإنسان لا شك كان لها دور أكبر أيضا في عملية دعم قضية البحرين، حيث سارعوا ونحن في الاجتماع لطلب موقف من جميع النواب في البرلمان البريطاني لدعم القضية البحرينية. في الاتحاد الأوروبي كان هناك طاولة مستديرة حضرتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية مع عدد من الممثلين الأحزاب السياسية، وتحدثنا بصورة واضحة وتفصيلية عن معاناة الشعب البحريني، عن الآلام وعن السجون وعن المعتقلات وعن المحاكمات القاسية التي يحكم فيها النشطاء بشكل يومي بأحكام قاسية جدا. في تقديري أن الأهداف التي وضعتها المعارضة تحققت في زيارة قصيرة ومكثفة، لكنها جاءت في نفس التوقيت. نريد أن نضع النقاط على الحروف. رسالتنا الأساسية إذا كان النظام جاداً في هذا الحوار القادم فعليه أن يبدأ بخطوات تصنع الثقة، تثبت الثقة، توجد أجواء حقيقية، ولا يكون ذلك إلا عبر وقف الإعلام الهدام وإطلاق سراح سجناء معتقلي سجناء الرأي من أجل أن تكون هناك مؤشر حقيقي لجدية النظام للحوار. إذا في أسئلة أخوان. إيه على راحتكم، تفضلوا. أكو جاب لك. بأن الجمعيات الديمقراطية تتبع الجمعية الأكبر الموصومة بأنها شيعية الهوى، بأن هي وقفت ضد القرار الصادر ضد المجلس العلمائي ضمن كأنها تابعة إلى المواقف التي تصدرها الوفاق. يعني أعتقد أنه الجمعيات السياسية المعارضة ضمن التيار الوطني الديمقراطي هي جزء من تشكيلة هذا الشعب ومكوناته المجتمعية. أي ممارسات قمعية وأي ممارسات نشعر فيها بأن وقع ظلم على أي فئة من فئات المجتمع نحن لا نتردد في الوقوف ضدها. سبق وأن وقفنا ضد من خطيب في أحد جوامع المحرق وطالبنا بإعادته، مع أنه كان يسب المعارضة ويسب وعد بشكل رئيسي، ولكن نعتقد أنه مسألة حرية الرأي والتعبير، مسألة الرأي والرأي الآخر، مسألة نحن نتمسك بها كأساس وحقيقة للدولة المدنية الديمقراطية التي ننشدها. نحن نعتقد أنه بغير ممارسة الديمقراطية من قبلنا بيننا وبين الجمعيات المعارضة بشكل في على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي لا يمكن. الآن هذه الاتهامات هذه نعرفها من زمان، ولكن نحن نقول كلمة واضحة: ما حدث للمجلس العلمائي يوم أمس هو استهداف سياسي وانتقام طائفي من هذا المجلس. كانت هناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تحل إذا كان في هناك نية من قبل السلطات لأن تحل إشكالية معينة، كما هو الحال المجلس العلمائي ليس منفرداً الآن هو يتعرض لهذه العقوبات.
أنا أعتقد الجمعيات السياسية المعارضة أيضا تتعرض إلى هذه. أين النشرات الحزبية للجمعيات السياسية المعارضة؟ أين وجود الإعلام المعارض في الإعلام الرسمي؟ هذا الإعلام الرسمي مدفوع من المال العام، ليس أموال الحكومة، هذه أموال الناس، ويجب وهذا حق إلى المعارضة السياسية أن تكون موجودة في الإذاعة والتلفزيون وفي الصحف التي تمول من تحت الطاولة من قبل أجهزة في النظام. إذن نحن أمام مسألة واضحة جدا، ما حدث هو محاولات للانتقام، هو انتقام سياسي طائفي ضد المجلس العلمائي. أما ما يقولون دعهم ما يقولون، لأن هذه اليافطة قديمة، وأعتقد أنه عندما نتحدث ونسألهم تعالوا ماذا إذا تحدثنا عن المواطنة المتساوية، ما هي الذيلية التي نتحدث عنها؟ عندما نتحدث عن وقف التمييز وإعادة المفصولين، اليوم أمس اعتصم المفصولون عن العمل، هناك مئات من هؤلاء المفصولين من العمل أمام وزارة العمل، وهم لم يرجعوا إلى عملهم، ومن رجع إلى عمله ركن على الرف ووجه بعمليات تطفيش. نحن نريد وقف التمييز الطائفي والمذهبي، هل هذه تبعية؟ ثم وقف التجنيس السياسي، هذا ما نقوم فيه نحن. التجنيس السياسي في العالم كله يريد أن يخفض عدد سكان دوله، كل العالم، لأنه في هناك ثروة ناضبة ويجب تحجيم أو تقليل عدد النمو السكاني. إلا في هذا البلد تسير عكس التيار، تريد أن تزيد عدد سكان هذه من خلال التجنيس السياسي. إذا المسألة الديمقراطية، من يختلف على المسألة الديمقراطية؟ من يختلف على مسألة حقوق الإنسان؟ هذه القواسم المشتركة التي تربطنا مع جمعية الوفاق، وأعتقد أنه ما تقوم به اليوم جمعية الوفاق هي تمارس عمل وطني، لا تشقوا جيبها وتبحثون ما في صدورها، ولكن حاكموها من خلال مواقفها السياسية، ونحن نرصد مواقف الوفاق السياسية، ولذلك نتحالف معها بإيجابية كبيرة. تعليقا على هذه النقطة، أولا يعني ما يذكره الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من كليشيهات تعودنا عليها منذ أكثر من 3 سنوات حول أن الجمعيات السياسية الوطنية الديمقراطية هي توابع لجمعية الوفاق، أنا أعتقد هذه الكليشيه يعني لم تعد مقبولة حتى ممن يكتبونها، الذين استهلكوا إلى حد يعني السقوط في مسألة أن المعارضة تابعة. في كل دول العالم القريبة منا والبعيدة عنا تعمل القوى الوطنية في كل هذه البلدان، في مصر، في العراق، في اليمن، تعمل القوى على اختلاف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية والسياسية، تعمل ضمن أجندة وطنية، هذا ما تعمله المعارضة في البحرين، وبالتالي لدينا نحن أجندة وطنية واضحة ليست خافية على أحد. إذا كان الإعلام الرسمي يتعامى أو أعمي بفعل فاعل عن أن ينصت أو يتابع هذه الأجندة الواضحة، فعليه أن يبحث أعتقد له عن وسيلة أخرى، لأن أعتقد أن المسائل العالقة والواضحة في البحرين تحتاج من النظام أن من كتبة النظام أن يعوا جيدا أن هذا الأسلوب لم يعد مستساغا حتى في الشارع الموالي، وأعتقد ما يشهده الشارع الموالي من انقسامات ومن ردات فعل متوالية تعكس بالفعل أن ضحالة هذا الإعلام الرسمي المشبع بالكراهية، وأيضا يعني انخفاض مستوى الخطاب لدى الجهات الرسمية وإعلامها الرسمي وشبه الرسمي. النقطة الأساسية في مسألة حل المجلس العلمائي، أنا أعتقد يجب أن نؤكد على هذه النقطة، هناك خلال أقل من أسبوع هناك شهيد برصاص، بطلق رصاص حي، وهناك شاب آخر ينتظر لا سمح الله حالة الوفاة في أي وقت، وهناك أيضا مصادرة لمجلس علمائي بكل ما تمتلكه المسألة من حساسية. أعتقد يجب أن يقال هذا الكلام بوضوح، لا يمكن أن نضع أنفسنا مدافعين عن مجلس العلمائي، المجلس العلمائي له كيكنونته، له من يدافعون عنه، وله توجهاته المعروفة، وهو يشتغل تحت عين ونظر السلطة منذ سنوات طويلة. وبالإضافة إلى ذلك هناك جهات في الدولة
تعمل أو جهات تسمح لها الدولة حتى هذه اللحظة تعمل وتجلب الأموال وتجلب وترسل الوفود للحرب في بعض الدول العربية والمسلحة من دون أن تمسها. هذه مسألة أنا أعتقد لا نضع أنفسنا كجمعيات سياسية في مسألة حلها، لكننا نوجه السؤال ونرمي الكرة باتجاه السلطة. ماذا عملت السلطة تجاه هذه الجهات التي تبعث عسكريين ويتدربون على السلاح في دول أخرى، وفي الوقت الذي تصادر فيه هيئات هنا عملت وتعمل تحت سمعها ونظرها لسنوات وعقود، وتسمح لفئات أيضا أخرى يعني تجلب الأموال وتجذب الأموال دون الكلام. هذه مسألة تمييز كبيرة جدا واضحة. والنقطة الأساسية في هذا الجانب هو كيف لمن يدعو لحوار حقيقي وجاد تطالبه المعارضة ويطالبه العالم أجمع بتهيئة الأجواء أن يذهب إلى هذه الحلول ليعيق الحوار بقتل الأبرياء في الشوارع ومصادرة المؤسسات ومصادرة حرية التعبير، وهذه نقطة أساسية. إذا كان هناك مجلس علماء لديه خطاب فليحاكم على خطابه، وأي جهة تحاكم على خطابها إذا كان هذا الخطاب خالد. نحن لا نضع أنفسنا كجمعيات سياسية بديلا عن القضاء، لكن يجب أن يكون القضاء نزيها، ويجب أن تكون الرسالة واضحة للجميع، ويجب أن يعلم من يعني يبادرون للحوار أن هذه ليست أمور تهيئ الأجواء، هذه أمور تخلق المعوقات. ونحن نعلم جيدا أن من يشتغل على هذه المصاعب في البلد هو من لهم مصلحة في إعاقة أي بادرة ولو صغيرة للحوار، وهو يوظف الإعلام الرسمي وشبه الرسمي هكذا عنوة فقط ليعيق أي مبادرة للحل. آخر شيء سمعناه أن الديوان الملكي استلم مرئيات الموالاة ومرئيات المعارضة وأنه سيضع قاعدة أو أجندة للحوار، ماذا بعد ذلك؟ هل سمعتم شيء؟ هل هناك أي اتصال بالمعارضة؟ هل وجهتم رسالة بعد مقتل فاضل مسلم أو بعد حل المجلس العلمائي؟ يعني المعارضة هي تعمل بالفعل على يعني بلورة رؤاها حول مسألة وجهة نظرها في مسألة الدعوة الأخيرة من قبل ولي العهد. نحن نتعامل مع ولي العهد باعتباره يعني يمثل نوع من الجدية الحقيقية التي نأمل أن تكون موجودة لدى النظام. بالنسبة لمرئيات المعارضة، أنا أعتقد مرئيات المعارضة معروفة ويعرفها الجميع، وهي مطروحة على طاولة الحوار وقبل طاولة الحوار لمدة 8 أشهر مطروحة. يعني سقف المعارضة ومرئيات المعارضة موجودة في وثيقة المنامة وفي وثيقة التيار الديمقراطي وفي حتى موافقة المعارضة على مسألة النقاط 7 لولي العهد. نريد للنظام أن يتكلم هذه المرة بصراحة ويقول هل هو يوافق على وثيقة المنامة ووثيقة التيار الديمقراطي ووثيقة ولي العهد ذات النقاط 7 التي طرحها النظام. أعتقد هذه سقوف وأرضية تصلح لأن نبدأ من دون أن تكون هناك مماطلة لعرض مرئيات مجدداً وهكذا. لكننا أيضاً في المعارضة لن نمتنع ولن نجد يعني مبرراً لعدم تقديم مرئياتنا، بالعكس مرئياتنا واضحة، لكن المسألة ليست في تقديم المرئيات، وإنما من يعرف مرئياتنا مسبقاً عليه أن يبادر بطرح مرئياته كنظام وأن يطرح حلاً سياسياً. وها نحن كمعارضة نقول نحن بانتظار مشروع الحكم للحل السياسي، فمشروعنا كمعارضة واضح وموجود. طبعا كلاشات سريعة بس حتى نختم، ما في إلا سؤال عندش. أتصور أنا أتفق مع الأخوان في موضوع حل المجلس العلمائي، هناك توقيت مريب، يعني التوقيت يراد منه توجيه رسالة سياسية بغرض دفع المعارضة لاتخاذ مواقف ارتجالية ومستعجلة، لكن في تقديري أن هذه رسالة ليست فقط للداخل، في الخارج قرأت بصورة واضحة أنه لا يوجد تغيير لدى النظام، وبالتالي هناك مطالبات دولية على النظام بأن يتخذ خطوات جدية إذا كان هو جاد في هذه المرة. كلام الصحافة دائما تردد، خصوصا بعض الصحفيين المحسوبين وبعض الصحافة المحسوبة على النظام، عندما تثير وتحاول وتكرر ليلا نهارا الوفاق وتوابعها، الهدف الأساس منه شق
صف المعارضة. ونحن نرد بكل إصرار وبكل تأكيد أن المعارضة كانت موحدة وستبقى موحدة حتى تتحقق طموحات الشعب البحريني. وكذلك نصر دائماً رغم بعض الأفكار التي تحاول إبعاد أطياف المعارضة من الدخول على طاولة الحوار، قوى المعارضة موحدة في نضالها السلمي على الشارع، وقوى المعارضة موحدة في نضالها السياسي والحقوقي وكذلك في الحوار. لسنا سدج ولسنا لا نخاف، نحن شجعان، سندخل الحوار بشجاعة لأننا نؤمن أن مطالبنا جادة ومنطقية وعقلائية، وسنبقى ندافع عن هذه المطالب في كل المحافل الدولية وفي كل الساحات الحقوقية والسياسية والميدانية والإعلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.